ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيبقى ريفيو عن برفيوم اوريفليم. هو انجما. البرفيوم ده من البرفانات المفضله عندي جدا 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 في اوريفليم. بجد فعلا تستاهل انتوا تجربوها، ريحته فظيعه حلوه جدا، بتناسب كل الاذواق. يعني ما فيش حد شم ريحته وما عجبتوش من الناس، سواء بقى بيحبوا الحاجات السويت، بيحبوا الحاجات الفريش، بيحبوا الحاجات القويه. ريحته محبوبة فعلا، من اللي تقدري تقوله يعني بيتفق عليها اغلب الاذواق. يعني فلو حد عاوز يشتري برفان من اوريفليم ومحتار، ارشح لكم انجما، هيعجبكم اكيد. دي تاني، بالمناسبة دي تاني علبة منه، وانا مش بكرر برفانات كتير قوي. يعني انا من الناس اللي بحب كل على طول ان انا اجرب حاجات جديدة، يعني مش بكرر حاجات بسهولة. ومع ذلك كان انجما هو متكرر. حتى لسه ما فتحتش العلبه الجديده التانية، خلصت ولسه ما استعملتش الجديده. هفتحها معاكم دلوقتي عشان تشوفوا شكله من جوه. هو اوضه تواليت، مع ذلك هو ثباته حلو جدا، عكس يعني الطبيعي او في الاوضه تواليت ان هو بيكون ثباته مش قوي، بس ده ثباته حلو جدا، قوي جدا. ده شكل الازازة بتاعته، هي يعني نزلت مفتوحة. حاول انا اركب لكم الغطاء. ده شكله بيبقى بالشكل ده، ازازته فخمة راقية شيك جدا. لو حطيها على التسريحة فعلا هتدي منظر حلو قوي وشيك. بصوا شكلها، بصوا واقفة كده، تفتحيها بالطريقة دي. وده شكل الازازة. هو 50 ملي برضو، من الروائح اللي فعلا ريحتها فظيعه، ريحتها حلوه جدا. ريحتها ورد، بس ورد قوي شويه. هو تصنيفه شرقي زهري، بس انا مش بحس ان هو شرقي. يعني مش بحس ان هو من الروائح اللي تقدري تقولي ان هو شرقيه شرقيه، يعني يمكن عشان داخل مع الزهور برضو فمديله الطابع ده. بس في نفس الوقت هو مش زهور زهور اللي هو حاجه هاديه او زهور بس، لا. فهو عامل ميكس كده لطيف جدا، خطير بصراحة. المفروض كان انتجوه سنة 2008، هو قديم جدا وما زال لحد دلوقتي بيتباع في اوريفليم، من الحاجات اللي ما اتقطعتش يعني في اوريفليم طول السنين دي. المقدمة بتاعته الخوخ والفريزيا وقلب بتاعه الورد والياسمين والبرتقال وبرام البرتقال. فهو جامع فيه ورود زي ما انتم شايفين، والقاعدة بقى بتاعته دي فظيعة، هي دي اللي مخليه اصلا متميز وريحته مميزة، وكل الناس اللي بتشمه اصلا هي بتقوم بتعجب بيه. يعني القاعدة بتاعته فيها خشب الصندل، الباتشولي، الاوركيد، الفانيليا، العنبر، التونكا، المسك. فزي ما انتم شايفين فيها كل المكونات دي. الباتشولي اصلا من الحاجات، والفانيليا من الحاجات اللي لما بتكون موجودة في اي برفان انا بعرف على طول ان هو هيبقى جذاب، او هيبقى من الحاجات اللي هي لا فيها كده تشميها تحسي لا البرفان ده مغري، او البرفان ده لا ده يعني في حاجه مش مفهومه كده، في حاجه بتجذب، في حاجه بتشد. اللي بيعمل الريحه دي او بيديك الاحساس ده غالبا بيكون غالبا في مكوناته الباتشولي او الفانيليا. طبعا الفانيليا مش واضحه فيه لدرجه ان هو يقلب سويت، لا هي ميكس مع الحاجات دي كلها، ف لمحة خفيفة جدا، فريحته حلوة جدا. انصحكم انتوا لو عايزين تشتروا برفيوم من اوريفليم يكون حلو وفعلا جذاب، و يعني يكون جميل وتحسوا ان هو مميز، جربوا ده بجد هيبقى حلو جدا وهيعجبكم جدا. وينفع برضو كهدية حلوة جدا لو هتهدي حد من صحابك، اختك، مامتك، كل الكلام ده. بس كده برضو سعره مش هعرف احدده لان بيبقى على حسب الكتالوج وحسب عليه رود ولا لا. بصوا السائل باين من جوه الانعكاس بتاعه. هي الازازه مش سودة على فكره، هي لونها نبيتي نبيتي غامق. بس كده، هو ده كان فيديو النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.